أي بالنسبة لإعلام نظام الملالي في إيران، يعني هو إعلام مؤدلج ومع الأيديولوجية اللي يتبعها الحوثيين، ويعني تعودنا عليه. لكن بعض القنوات اللي ذكرتي في الدولة الموجودة فيها نقول عيب عليكم، استحوا، والله عيب عليكم، يعني قليلا من الحياء، لأن أنتم كنتوا أساسا جزء من هذا التحالف، كانوا مراسلكم، الآن تغلبتوا، الناس ما تثق فيكم ولا تثق في أخباركم، ومنصاتكم الإعلامية نعلم تماما أنكم وجهتوها لشمال أفريقيا فقط، ما وجهتوها للمواطنين العرب والخليجيين، لأنكم فقدتوا مصداقيتكم. فنقول لقناة الفتنة عيب عليك يا قناة الفتنة. النقطة الثانية، أنا أعتقد هذه الحقائق اللي نشاهدها على الأرض أمامنا أكبر دليل صادق وغير قابل للشك أن هناك نجاحات، بدلا من الأخبار المفبركة التي ينقلونها عن بعض قنوات الحوثة. وخليني اسمحي لي أنا أقول لجميع المواطنين بما فيهم حتى الحوثيين، يا جماعة القيادات اللي أنتوا تعملون تحت قيادتها راح تقودكم إلى الهلاك، حتموتوا وحيقودونكم إلى الهلاك. ليس لهم حلفاء وليس لهم الحقيقة مناورة سياسية، وكل الكلام اللي يقولونه لكم في الجروبات أو في الواتس أو في وسائل التواصل الاجتماعي يا جماعة كله كذب. الحوثي يكذب عليكم، حيقتل أولادكم وحتترمى نساءكم وبلادكم حتخسروها. لا يمكن أن تسمحوا بهذا الوضع. أنا أقول لكم هذا الكلام الحقيقي. أما من يضحك عليكم بشعاراتهم اللي أنا أقرأها، وأنا أساسا مشترك معهم أقرأها أشوفها، فهم كاذبون. هم قاعدين يأخذون الأموال ومتبطحين في منازلهم في صنعاء وغيرها، وجاعلين أولاد الناس يموتون. اعصوهم ولا تردوا عليهم، وقفوا مع اليمن، لا تقفوا مع الحوثي، قفوا مع اليمن. هذا البلد مش للحوثي، هذا البلد لكل اليمنيين. وأثني على كلام السيد لغور، المبادرات السياسية هذا مو مجالها اليوم. صحيح أنك أنت وزير خارجية ولا وزير تحاول، أن هذا مش مجالها اليوم. اليوم خشم البندق مثل ما خضع في المطار 3 سنوات تتحايلون عليه، خشم البندق هو اللي حل المشاكل هذه. فهو الآن الحل السياسي هو خشم البندق.